أهلا بيكم في حلقة تانية من حلقات كورس المعهد المصرفي. حلقة النهاردة هنتكلم عن أنواع الحسابات البنكية. أول حساب دائم معانا هو الحساب الجاري أو بنقول عليه الـ Current Account. مواصفاته إيه وخصائصه إيه؟ الحساب ده بيسمى أيضاً Check Account. ليه؟ لأنه الحساب الوحيد اللي ممكن تطلع عنه شيك. تطلع عنه شيك. الحسابات التانية ما ينفعش أطلع عليها أي شيكات. طيب إيه الخاصية التانية؟ إن ما بيطلعش عليه فوائد إلا طبعا في حالات معينة زي الـ VIP أو كبار العملاء. الحالة التالتة أو الخاصية التالتة إن أنت ممكن تفتحه بالعملة المحلية الجنيه المصري أو أي عملة أجنبية. كمان لو أنا عايز أقترض ما ينفعش أقترض بضمان الحساب ده. ما ينفعش أقترض بضمان الفلوس اللي موجودة في الحساب ده. تاني حساب، حساب الادخار او السيفنج اكاونت. اول خاصية ليه انه ما بيطلعش عليه دفتر شيكات. تاني خاصية ان بينزل عليه فوائد ولكنها مش كبيرة، عاملة زي دفتر التوفير كده. تالت خاصية ان انت ممكن تاخد كارد بضمان حساب الادخار بعكس الحساب الجاري اللي انت ما ينفعش تاخد كارد بضمان. تالت نوع معانا شهادات الادخار او Certificate Deposit. بيقول لك انت ممكن تاخد كارد بضمان الفلوس اللي موجوده في الحساب ده. الشهاده دي لما بتروح تعملها بتكون طويله الاجل من 3 ل 10 سنوات. طب لو جيت كسرتها في اقل من المده دي، جيت بعد ساعتين قلت انا عايز اكسرها واخد الفلوس اللي فيها، بيبقى عليك مصاريف اضافيه مش قليله. بيقول لك انها بتطلع عائد كل شهر او 3 شهور او 6 شهور. يعني ايه؟ يعني انت بتحط اصل المبلغ وكل 3 شهور او 6 شهور بتاخد العائد اللي بيطلع منها. فايدتها بتكون أكبر من الوديعة اللي لسه هنتكلم عليها دلوقتي. الوديعة تايم ديبوزيت بيقول لك بضمان الحساب ممكن تاخد كارد. قصيرة الأجل بعكس شهادات الادخار بتكون من أسبوع لسنة. ممكن أكسر الوديعة في أي وقت بس العائد بتاعها هيكون أقل من شهادات الاستثمار. في حسابات مشتقة أخرى من الأربع حسابات دول أو نتيجة ليهم. أول حساب معانا هو الحساب النائم. يعني إيه الحساب النائم؟ يعني حساب عميل بقاله فترة ما تعملش عليه سواء بالإيداع ولا السحب، فالبنك وقف التعامل مؤقتا. تاني نوع الحساب المجمد، وده شخص خد كارد من البنك بضمان أي حساب أو حساب التوفير أو أي حساب من اللي قلنا الحسابات اللي ممكن آخد بضمانها كارد، فبيحصل تجنيد للمبلغ اللي موجود في الحساب ده لغاية ما العميل يسدد جميع المستحقات اللي عليه. تالت حساب، حساب حسب الطلب. واحد مثلا مسافر قال لا وقفوا لي التعامل على الحساب ده لغايه ما اجي، فهو بنقول عليه اي امر من العميل بيتعمل بينعكس على هذا الحساب. رابع نوع حساب مشترك، وليكن زوج وزوجه عملوا حساب مشترك ما بينهم. لو واحد من الاثنين راح عمل اي عملية على الحساب ده يبقى هتتعامل عادي جدا من غير ما البنك يبلغ الشريك بتاعه ان هو عمل العملية دي، هيعمل العملية مباشرة. حساب الكسر، لو اب مثلا راح يعمل لابنه او بنته اللي هي ما بلغتش السن القانوني او الذمة المالية حساب في البنك. حساب الورثة، واحد توفى واتحول لحساب للورثة. في بقى حسابات مدينة، دي كلها حسابات دينية. في حسابات المدينة، أول حساب السحب على المكشوف. يعني مثلا واحد ادى شيك للعميل والعميل ده راح يصرف الشيك ده، فالبنك هي عنده طريقتين، عنده حلين، يا إما يرفض الشيك ده لأن مفيش فلوس موجودة في الحساب، يا إما يقبل الشيك ويديله فلوس مع ان اللي عمل الشيك ما عندوش فلوس اصلا في البنك ده. دي بتبقى الحالات معينه يعني، او الـ VIP او العملاء المهمين او المتفقين مع البنك على الحوار ده، وطبعا بيكون فيها نسبه مصاريف كبيره. القروض، ودي اللونز، واللي لو واحد جاي يقترض من البنك فبيديله قروض بضمانات معينه. بكده نكون خلصنا الحلقه دي من انواع الحسابات البنكيه. يا رب اكون افدتكم وشكرا جزيلا.